أسعد الله أوقاتكم شباب. أول خطوة شباب، سنقوم بأخذ محورين متعامدين للسقف أو للحائط، بعد ذلك سنقوم برسم دائرة بهذا الشكل انطلاقا من مركز السقف، وبنفس الشعاع هذه الدائرة نأتي إلى هذه النقطة هنا ونقوم بتعليم على الدائرة هكذا من هذه الجهة ومن هذه الجهة. بعد ذلك شباب سنقوم بالربط بين هذه النقاط على الدائرة للحصول في الأخير على مثلث متساوي الأضلاع. بعد ذلك شباب سنقوم بالربط بين هذه الزاوية ومركز السقف أو مركز الدائرة هذه النقطة، وسنقوم بالتعليم في هذا المكان الذي سنحتاجه فقط. نفس الطريقة نقوم بالربط بين هذه النقطة والمركز، كالعادة سوف نقوم بالتعليم في المكان الذي سنحتاجه فقط، هنا فقط. بعد ذلك شباب سوف نقوم بتقسيم هذه المسافة إلى 3 أجزاء، من مركز السقف إلى هذا الضلع هنا. كذلك شباب هذا الخط هنا سوف نقوم بتقسيمه إلى 3 أجزاء، هذا الخط كذلك بنفس الطريقة 3 أجزاء. من نفس هذه النقاط شباب سوف نقوم بتصميم أو بإضافة مسافة، إضافة نفس المسافة من جهة هذه النقطة. كذلك شباب هذه النقطة هنا سنقوم بإضافة نفس المسافة من جهتي هذه النقاط، وهذه المسافة هي المكان التي ستأتي فيها الإضاءة المخفية فيما بعد، تتحكمون فيها كما تشاءون، يمكنكم تكبيرها أو تصغيرها حسب الطريقة التي تستعملونها في العمل. جميع هذه النقاط سوف نضع لها علامات من الجهتين بنفس المسافة. كذلك شباب انطلاقا من المركز هنا سوف نقوم بتعليم نفس المسافة تأتي إضاءة مخفية فيها فيما بعد، نقوم بتعليم المسافة كذلك على هذا الخط من هذه الجهة وعلى الخط الآخر، كذلك من جهة الضلع هنا لهذا المثلث سوف نقوم بتعليم نفس المسافة التي قمت بتعليمها من جهتي النقاط الأولى. كذلك هذا الخط شباب، وهنا كذلك. بعد ذلك شباب سنقوم بأخذ هذه المسافات أي هذه النقط التي قمت بتعليمها على هذا الخط، وأقوم بتعليمها بنفس الطريقة في الأسفل هنا لهذا الخط هكذا، وأقوم بالربط بينهم هكذا وأتمم بنفس الطريقة. أقوم بأخذ المسافة بين الخط والنقط المتتالية وأقوم بوضعها بتناوب في الأسفل هنا. وأقوم بالربط بينهم.
هذا هو عرض المثلث. لذلك قوموا بترك مكان الإضاءة المخفية، نفس المسافة قوموا بتركها هنا، وقوموا بالربط بين هاته النقط. بعد ذلك نضع عرض المثلث، قوم بوضعه كذلك انطلاقا من هذا الخط، قوم بالربط بين هاتين النقطتين. بعد ذلك نضع مكان وضع الإضاءة المخفية، بعد ذلك شباب نضع عرض المثلث، بعد ذلك سنقوم بالربط بين هاتين النقطتين للحصول في الأخير على مكان وضع الإضاءة المخفية. وبنفس هذه الطريقة التي استعملتها لرسمة الخطوط استعملها في الجهة الأخرى، لكن هذه المرة سوف أربط بين هاتين النقاط. قم بالربط بين هاتين النقاط ونقط تقاطع المستقيمات الأولى مع محور السقف. هنا إضاءة مخفية، مكان الإضاءة المخفية، وهذا عرض المثلث من الجهة الأخرى. بعد ذلك نقوم بترك إضاءة مخفية، مكان الإضاءة المخفية. بعد ذلك يأتي عرض المثلث، تقوم بالربط بين هاتين النقطتين. فقط الإشارة، يجب تكميل هذه الخطوط إلى الأعلى. سوف نقوم بالعودة لاستكمالها في الأعلى هكذا. سأقوم بتمديد جميع هذه الخطوط في الأعلى كي تتقاطع مع مستقيمتها الأولى. كذلك هنا سوف نقوم بإضافة مكان الإضاءة المخفية بالربط بين هاتين النقطتين. وبنفس الفكرة وبنفس الطريقة نقوم بتصميم خطوط الأخرى المتبقية الأفقية. هاتي الخطوط سنقوم بأخذ قياس هذه النقاط التي المسافة بينها وبين خط العرض أو خط الطول، ونقوم بتعليمها كذا. قوموا بترك مكان الإضاءة المخفية، بعد ذلك نقوم بترك عرض المثلث، بعد ذلك مكان وضع الإضاءة المخفية، بعد ذلك عرض المثلث، بعد ذلك إضاءة مخفية، مكان وضع الإضاءة المخفية، وبعد ذلك عرض المثلث.
فقط نقوم بالربط بين هاتين النقاط للحصول على الخطوط مثل الخطوط الأولى بنفس القياس وبنفس المسافة. بعد ذلك يا شباب سنقوم بحذف هذه المربعات هنا، هذه وهذه المكان هنا مكان الإضاءة المخفية، سنقوم بحذفه كي لا تختلط علينا الأمور. سنقوم بحذفه، كذلك في الأعلى سنقوم بحذف هذه المربعات ومكان وضع الإضاءة الملتصقة بها. هنا كذلك سأقوم بحذفه ومكان وضع الإضاءة. هاتي هنا كذلك سنقوم بحذفها. القليل فقط من التركيز للحصول على ديكور بدون أخطاء. الآن شباب سأقوم بالربط بين هذه النقاط، فقط سأقوم بإعادة رسم الخطوط لكي تظهر المثلثات بشكل جيد. سوف أستعمل القلم عوض قلم الرصاص، سأستعمل هذا القلم. سأقوم بالربط بين هذه النقطة وهذه، سنستعمل القلم الجاف عوض القلم الرصاص. هذه النقطة وهذه، هاته وهاته هنا وهاته وهاته. ونكمل شباب الربط بين هذه النقاط للحصول في الأخير على مثلثات. سوف نقوم باستكمال هذا المثلث الأول وننتقل للمثلث الثاني. الله أكبر. هذا هو المثلث الأول شباب. يا إله إلا الله يا بشر.
هذا هو المثلث الثاني شباب، والآن سنقوم بتصميم المثلث الثالث. كما تشاهدون يا شباب، هذا هو الديكور. الآن شباب سنقوم بمسح الخطوط الزائدة لكي يظهر الديكور بشكل جيد. هذا هو المثلث الأول والمثلث الثاني، بعد ذلك المثلث الثالث. هذا هو الديكور شباب، لا تبخلون علينا بتسجيل الإعجاب بالصفحة وكذلك عمل بارتاج لهذا الفيديو لكي يستفيد منه أكثر قدر ممكن من المتابعين. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو آخر بإذن الله.